بعيدا عن المشروعات التنمويه، يعني الاهتمام المصري او زي ما حضرتك قلتي استاذه اميره، الحب والموده بين مصر والقاره الافريقيه مش متمثل فقط في مشروعات تنمويه. يمكن حضرتك شفتي اللفته الطيبه اللي مصر عملتها تجاه جيبوتي بارسال المعونات والبطاطين لاهالي جيبوتي في الفتره السابقه. حضرتك شفتي اللفته دي؟ هو بصي، مصر طول عمرها لما بيحصل اي كارثه طبيعيه او ازمه او خطر لأي دولة من الدول الأفريقية، مصر بتدعم بتعليمات من القيادة السياسية، بتدعم هذه الدولة وبترسل معونات. مش بس كده، هو أنت ليه مش واخدة بالك أن احنا مشروع 100 مليون صحة عايزين نطبقه في أفريقيا؟ أن القضاء على فيروس سي بنقول هنطبقه في أفريقيا، أن مؤتمرات الشباب أصبحنا نخصص جزء منها للشباب الأفريقي، أن برنامج الرئاسي وهتبص تلاقي فيه جزء من المؤسسة الوطنية للشباب تعمل مع الشباب الأفريقي. فهو مش بس تطوير اقتصادي ولا دعم اقتصادي ولا حتى دعم على المستوى السياسي العام، إنما كمان في التفاصيل. أنا سمعت في التقرير أكتر من مرة طول الوقت الحقيقة، هنا القناة بتعيد عرضه لأنه هو يحمل رسائل مهمة جدا. هو مش المهم ان مصر بس بعت الطياره وفيها بطاطين وادويه وماكولات وما الى اخره، ولا انه القياده السياسيه المصريه بادرت مسرعه للانتباه للمشكله اللي في جيبوتي، انما ايضا كيف استقبل اهل جيبوتي هذه او هذا التصرف المصري. هتبصي تلاقي الناس اللي بتتكلم وبتعلق على وصول الطياره وعلى هذا الدعم من اهل جيبوتي بيتكلموا منتهى التلقائيه والاريحيه في امتنانهم للشقيقة الكبرى مصر. هو ده المكان، أن مصر هي الشقيقة الكبرى، أن مصر هي الداعمة لقلب أفريقيا وظهرها، أن ده التاريخ وده الحاضر وده الماضي وده. فعشان كده هذا الإجراء الصغير اللي مصر بتعمله بمنتهى التلقائية وبشكل بسيط يستقبل في البلاد اللي رايح لها بامتنان وانتباه لهذا الدور المصري، ان الناس تبقى، ان افريقيا تبقى حاسه انها مسنوده على مصر، ان مصر في ظهرها بالبلدي زي ما بيقولوا عندنا، مصر في ظهرها ولو في اي مشكله مصر هتمد ايدها وتسند. يمكن بالحديث عن اللفتات الصغيره اللي بتقوم بها مصر تجاه الاشقاء الافارقه استاذه اميره، مش عارفه ده في سياق هذه الفقره ولا لا، بس يمكن تابعنا كلنا الفتره اللي فاتت الشاب الافريقي اللي تم التنمر عليه تم استدعائه ان هو يكون بجانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم القادم. بصي، هو للأسف إحنا عندنا في ثقافتنا بعض بقايا الأفكار الاستعمارية، بعض بقايا الأفكار الاستعمارية القديمة اللي هي بتاعت إنه الأسمر والأبيض والعربي والمسلم والقبطي، الأفكار اللي هي كان الاستعمار بيروج ليها في وسط المصريين بثقافة فرق تسود. مصر بقدر تقديرها لأفريقيا عمرها، بالعكس هي تصدت وبقوه لفكره التفرقه العنصريه، وعمر ما كانت دي قضيه. ولما زي ما بقولك لما كانت القاهره مفتوحه لدعم حركات التحرر الوطني، في احد الرؤساء الافارقه او احد قاده حركه التحرر الوطني، للاسف مش متذكره اسمه دلوقتي، اعجب بشابه مصريه عشان يتجوزها، والرئيس جمال عبد الناصر راح معاه يخطبها، وكانت فتاه مصريه من الظاهر غالبا، واتجوزت وانجبت، لا فكرنا بقى انه اسمر ولا انه افريقي ولا ده، لكن دي بقايا الافكار الاستعماريه. الحاجه الثانيه انه للاسف الشديد فكره التنمر دي فكره، يعني ده سلوك اجتماعي معيب الدولة المصرية طبعا بتحاول تواجهه بأشكال مختلفة تربوية وثقافية. اللي حصل مع الطفل السوداني، انا طبعا لما قريت عن الفيديو على الفيسبوك الحقيقه قررت ما اتفرجش عليه، لانه في بعض الاشياء يعني حتى ولا من باب العلم بالشيء، بس انا عرفت الواقع. اللطيف ان المصريين اللي ادانوا الفيديو وادانوا السلوك بتاع الشباب المتنمرين وطالبوا بالقبض عليهم بشكل تلقائي قالوا ايه؟ يا ريت بقى مصر تصالح الشاب الصغير ده بانها تدعوه لمنتدى شباب العالم. وتاني يوم قبل ما تبقى مجرد امنيه على صفحات التواصل الاجتماعي كانت وصلت
لأصحاب القرار، فكلنا علمنا بأنه في دعوة لهذا الشاب أنه يكون موجود، وهي رسالة من الدولة المصرية مش ضد التنمر ولا حتى مجرد دعم هذا الشاب الأفريقي أو هذا الشاب السوداني، إنما هي رسالة من الدولة المصرية أن على الوعي الجمعي المصري أن يتخلص من الأفكار الاستعمارية. كانوا زمان على فكرة في بعض الناس كده بيض برضو الشيء بالشيء يذكر، يقعدوا يتباهوا ويقول لك أصل أنا جدي تركي، أو يتكلموا باعتبارهم ليهم صلة ما بالأتراك وكأنهم يتعالوا على المصريين الفلاحين اللي كل دي أفكار استعمارية محتاجة أن المصريين يتخلصوا منها. إذا تخلصنا من الأفكار الاستعمارية دي مش هيبقى في مجال للتنمر هنا، هنقول ده دمه تقيل وده دمه خفيف، ده بحبه وما بحبوش، لكن ما هيبقاش التنمر على أساس فكرة فرق تسد أو التعالي الاستعماري أو بقايا الفكر الاستعماري اللي كان موجود عندنا في مصر.